أول صورة تظهر للطائرة المصرية الحربية في مطار مرا والسودانية، واللي قوات حميدتي قررت تعلم فيها على الجيش المصري والزعيم عبد الفتاح السيسي. ليه السيسي قال عندي جيش أفرده في مصر 6 ساعات وما قدرش يتكلم بربع كلمة على حميدتي غير قالك نتمنى إن تجيبولنا جنود؟ وإيه دور محمد بن زايد في اللي بيحصل في قوات الجيش المصري في مطار مرا والسودانية؟ هل ينفع إن احنا نشمل في اللي بيحصل في قواتنا المسلحة؟ السلام عليكم. عدة أسئلة كده طرحت، وبعض الناس في الكومنتات بتتكلم عن هو ليه عبد الفتاح السيسي ما بعتش قوة كده من الكوماندوز أو بعد قوة من القوات المسلحة المصرية العظيمة اللي بنشوفها بتنزل تأمن الشعب المصري في جزيرة الوراق وتأمن الشعب المصري في رفعة والنهضة والحاجات دي كلها وفي سينا والحاجات الجميلة دي، ليه ما بنشوفش قوات مصرية من دول تروح تجيب مش احنا بنلبس البدلة المموه والكاكي والكلام ده كله ونسور الصعقة وصقور البتنجان والحاجات واقوى جيش في الشرق الاوسط؟ مش احنا عندنا الحاجات الجميلة دي كلها؟ ليه عبد الفتاح السيسي ما بعتش جاب الجنود بتاعتنا؟ وليه لما خرج قاعد يقولك نتمنى ونتشحتف ونتنحتف لحميدتي ان يرجع لنا القوات المسلحه؟ بالمناسبه، بس بمناسبه القوات المسلحه اللي موجوده في مطار مرا والسودانيه، موقع ذا وورزن الامريكي قال لك ان نشر صور للطائره المصريه اللي اغارت عليها قوات حميدتي. دي صور بالاقمار الصناعيه توريك قد ايه جيشنا المصري العظيم عادي جدا اتحط عليه حطه مش طبيعيه. موقف للاسف الشديد، وشفنا الفيديوهات بتاعت جنودنا وشفنا جنودنا وعاملين كده وجنودنا وما بيمشوا كده على بطنهم وكده، فطبعا مواقف كلنا نرفضها شكلا وموضوعا. لكن هذا عبد الفتاح السيسي اللي خرج في يوم من الايام يقول لك انا جبت معدات للقوات المسلحه عشان انتوا كمصريين تمسكوا تبيتكوا، ده كان كلام عبد الفتاح السيسي. الدولة بمؤسساتها كلها يا محمد زكي مسؤولة عن الحفاظ عن الدولة المصرية. لا والله لو الأمر نزل هخلي الجيش المصري ينزل كل كرة مصر، وأنا جبنا معدات هندسية تكفي إن أنا أنزل على الكرة دي وأبيد وأشيل كل الكلام ده بالمعدات الهندسية. هو عنده معدات تبيد الكرة، عنده معدات وجيش، والجيش المصري شريطة حمراء أو خط أحمر. خط أحمر، سيبك من الشريطة، خط أحمر. خط أحمر هو خط أحمر عامل زي، أنا آسف والله العظيم، عامل زي أستك اللباس. هو خط أحمر على المكان اللي إحنا عايزين نحطه فيه. يعني خط أحمر مثلا لو فكرت تتكلم وتقرب من الكرسي ده، ده الجيش المصري خط أحمر بس كده. إنما لو فكرت مثلا تحط على الجيش المصري في السودان، لا عادي مش خط أحمر، لا عادي جدا. لو فكرت تاخد ترانوس وصنافير عادي، الجيش بتاعنا مش خط احمر ولا زحلقي. لو فكرت انك تبيع الشركات بتاعت الدوله وتصبح الدوله كلها عباره عن في كفالاء من الخليج بقوا موجودين في مصر، والشعب المصري مجرد كده زبون لاصحاب الشركات والمستثمرين الجدد، عادي الجيش بتاعنا مش خط احمر هنا. الجيش بتاعنا في الشتيشي كده، من حاجه كده بتلمع كده زي ليله الدخله، بيلبس الخط الاحمر بتاعه زي الخط بتاع ليله الدخله كده. سامحني يا رب، والله العظيم احنا في رمضان الواحد مش عايز يقول كلام كده. المهم، ادي عبد الفتاح السيسي قال لك عندي جيش يعمل كذا في الكوره، لكن ما عنديش جيش الدول المحيطه بينا تهابه. لا لا لا، ما عندناش الجيش الكلام ده، احنا الجيش بتاعنا للشعب المصري علشان الشعب دايما فالشعب يهز. ده جيشنا، دي وظيفته الاولى. وظيفته الثانيه استثمارات، خيار، جزر وقته ولفت واي حاجه كده في اي سوق، وكبده الاختيار، وكحك العيد يا بسكويت، وكل سنه وانتم طيبين والعيد جاي. فهو ده وضع للاسف بتاع جيشنا. طيب انا جبت لك الفيديو بتاع عبد الفتاح السيسي بقول لك انا عندي جيش يعمل كذا في الكره المصريه، ووضع عبد الفتاح السيسي وقال لك نتمنى ان حميدتي ان نتمنى ان جنودنا قوه الدعم السريع اللي هو القوات في امن وسلام تحت مسؤوليته الشخصيه، ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت ممكن. فده فرق ما بين وضعه هو عامل نفسه بطل على الشعب المصري، وفرقه ما بينه طبيعي الوضع الطبيعي بتاعه بمجرد ما اي حد يقابله ماسك مسدس خلاص. هنا عبد الفتاح السيسي ستوب بيفرمل. ليه؟ ما عندناش بقى اللي هو ابيض والكلام ده كله، لا هو ما بيبقاش ابيض، هو بيبقى ابيض، وتفرق كتير جدا حرف الدال من حرف الضاد. ده عبد الفتاح السيسي. طيب السؤال بقى هنا اللي انا بتكلمه ده كله انتقاد، ده انتقاد وليس شماته في وضع الجيش. هل ينفع ان نتشفى في وضع قواتنا المسلحه وجيشنا؟ كل واحد فيكم له رايه، كل واحد في حضراتكم له رايه.
يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول لك لا ما تعملش كده، لا يمكن انك تشمت في قواتنا. هترد تقول لي انا شفت منهم كذا كذا كذا، انا اخويا اتعمل فيه كذا كذا، انا مش عارف اختي اتعمل فيها كذا كذا. ارد اقول لك خلاص انت حر ما لا يخصني، هذا جريره تتحملها القوات المسلحه المصريه ان جعلت عبد الفتاح السيسي ينظر، خلي الشعب ينظر لجيشه بهذا الشكل. اما انا وجهه نظري الشخصيه لا، ما ينفعش نشمت في القوات المسلحه. يا جماعه في حاجه اسمها تاديب الجيوش. يعني ايه تاديب الجيوش؟ لما الشعوب في يوم من الايام بتمسك بتمتلك زمام الامور لازم جيش هيتادب. يعني جيش هيتادب؟ جيش ده يجي كده. فاكرين انتوا الانقلاب اللي حصل في 2016 في تركيا؟ شفتوا انتوا الناس لما شالوا الحزمه على الانقلابيين عملوا فيهم بالحزام بتاع البنطلون؟ هو في بعض الاشخاص داخل اي جيش محتاج يحصل لها كده. ليه؟ عشان يتادب. طيران وصنافير وارضك اتباعت وانت قاعد بتعمل لي مزارع خيار واسماك وبوري وقائد خط البلطي وقائد خط الكحك. نهر النيل راح من ايدك وانت عمال تكلمني عن مؤامرته الكونيه. كل شركات بلدك اتباعت، ارض بلدك اتباعت. ده جيش او مش جيش بالشكل العام، قيادات تحتاج لحزمه البنطلون تتربى. ده اسمه تاديب الجيش. ليه الجيش لازم يتقدم؟ لان عبد الفتاح السيسي اوصل الجيش لمرحله ان 90% من الناس اللي عماله تسمع عن اخبار الجنود عمال تضحك في موقف مؤسف ومحزن. عمال الناس عماله تضحك، ودي جيشنا ودي قواتنا المسلحه. بس للاسف زي ما قلت لك الجيش هو اللي اوصل نفسه الوضع ان الشعب يشوف عباره عن حاجه موجوده على نفس الشعب، مش لحمايه الشعب، لا لحمايه كرسي الحاكم، ولا حتى لحمايه القوات المسلحه انفسهم. القوات المسلحه او الجنود اللي مع حمدتي داخلين في اليوم الخامس، وجيشنا نزل بيان اول مره وقال لك ان هم كانوا في تدريب، ولا كانوا في تدريب ولا بتاع. وعرفنا وحكينا القصه في الفيديو اللي فات واللي قبله عن موضوع الذهب والقصه دي كلها. امتى بقى السؤال المهم بقى، امتى ممكن او ازاي او كيفيه ان ازاي قواتنا المسلحه اللي في السودان اللي في مطار مرا والسوداني تيجي مصر؟ بجمله واحده، بكلمه واحده، باتصال واحد، مش من عبد الفتاح السيسي ولا من جيشنا المصري، من محمد بن زايد. لو رفع التليفون يا حمدتي الجيش المصري او القوات المصريه اللي نمت على بطنها ترجع مصر، هترجع مصر. مع الاسف الشديد انا ما هنا لا اقول لك ان نمت على بطنها، لا ده حصل، ده حصل للاسف، ده حصل. وفي الاخر طالعين لك يحتفلوا بالضابط، ربنا يا رب يحفظه ويجيبه بسلامه الله هو والجنود، طالعين يحتفلوا بيه وبقول لك شفتوا الضابط بتاعنا القوي القوي، وهو بيقول للجنود بتوع الدعم السريع انا ضابط مصري. ايه الاحتفاليه في كده؟ حضرتك انا قاعد على الارض وراقع وبقول له انا مواطن مصري، ايه بقى الجدعنه في ان انا راقع على الارض وبقول لك انا مواطن مصري؟ ايوه ما انا على الارض اهو، ما انا على الارض وجنودي على الارض ومفروشين على الارض وعمالين مقضينها سحف. ايه بقى القصه هنا؟ ايه حته البطوله في اللجان الالكترونيه اللي عماله تروج للقصه دي؟ ولا بطوله ولا اي حاجه. ففكره بقى بالخطاب بتاع عبد الفتاح السيسي وبالطائره اللي نشرها الموقع العسكري عن الطائره المصريه اللي قوات حميدتي جابتها الارض، كل ده مش هينتهي. يعني انا لا احدثك عن الشان السوداني العام الان سينتهي ازاي، لكن احدثك عن قواتنا المسلحه اللي موجودين في السودان هيرجعوا ازاي لو محمد بن زايد رفع التليفون وقال لحميدتي رجعهم. محمد بن زايد يرفع التليفون امتى؟ لما يشوف عبد الفتاح السيسي يجي له كده. وزي ما انتم عارف لما محمد بن زايد كل شويه يطلعه على المسرح، لما يجي له عبد الفتاح السيسي ويطلع على المسرح ومحمد بن زايد ياخد اللي هو عايزه، ساعتها الجنود بتاعتنا هترجع مصر. ولما ترجع مصر، وافتكروا هذا الفيديو، لما ترجع مصر هتلاقي عبد الفتاح السيسي طالع كده يستقبلهم بقى وعامل حفله، وانزل يا ولد بالموسيقى الوطنيه وهات لي 20 30 لجنه الكترونيه. والاعلام المصري واحمد موسى وعمرو دياب يقول لك بص الرئيس الزعيم شفته عمل ايه، ويروحوا مقارنها ليك بايام مرسي والجنود بتوع سيناء اللي كانت بافعال السيسي ذاته، واللي حصل كان بافعال السيسي ذاته. وابراهيم العرجاني اللي هو الان صديق السيسي في صورته اللطيفه دي، ابراهيم العرجاني ده يا جماعه كان راجل تاجر حاجات كتير جدا من الناس بتعملها كده، كان بيتاجر بيها الحاجات دي كلها في سيناء. فابراهيم العرجاني دلوقتي بقى صديق السيسي. ابراهيم العرجاني ده واحد من الناس اللي اشتركت للي حصل للجنود المصريين في ايام محمد مرسي. فدلوقتي منتظرين بقى بس هو محمد بن زايد يتكرم كده ويرجع لنا الجنود بتوعتنا بتوع اقوى جيش في العالم، اقوى الجيش العاشر في العالم. محمد بن زايد رجعهم لنا، فعبد الفتاح السيسي يمشي بقى كده عامل زي بص ابو فصاده كده
ويقول لك شفتوا الجيش، شفتوا الرئيس الزعيم تعامل بحنكة سياسية لحفظ الجنود. ايوه يا فندم انت تعاملت بحنكة، انت يا فندم دمناموا على بطنهم. لا لا ما حصلش يا عم في فيديو، لا ما حصلش. الفيديو ده اخواني، الفيديو ده اخواني القوات المسلحة اللي زي ما قلت لحضراتكم للأسف الشديد اوصلت الناس وقطاع من افاعيلها للأسف، من للأسف من افاعيلها ومن دعمها لعبد الفتاح السيسي في كل شيء، حتى في الخيانة دعوا عبد الفتاح السيسي. هذه القوات المسلحة اوصلت الناس الان او قطاع لا يستهان به من الشعب المصري لفكرة ان يقول لك يا عم يستاهلوا، مش ده اللي السيسي قال لك ده انا عندي بالجيش اعمل كذا في الكرة اهو اتعمل فيكم كذا. ده للأسف الشديد انا كوجهة نظري الشخصية ارفض تماما فكرة الشماتة في القوات المسلحة باللي حصل لهم في السودان، لكن هذا المشهد رسالة للقوات المسلحة، شوفوا انتوا كنتوا فين في نظر الشعب، والان الناس بقت بمجرد ما بيحصل فيكم حاجة الناس بتقول احسن يستاهلوا، مش عاملين نفسهم رجالة علينا. السلام عليكم.